جريمة قتل بجماعة أولاد ستوت. شهد دوار البارك بجماعة أولاد ستوت قرب مدينة زايو في تمامي الساعة 3 من صباح اليوم جريمة قتل راح ضحيتها شخص في الثلاثينيات من العمر. تفاصيل: فإن هالك أي اللص قام بكسر أقفال أحد المحلات التجارية بالدوار السالف ذكره، ففطن به صاحب المتجر فسارع إلى منعه من إتمام ذلك لينشب شجار بينهما. قام خلاله صاحب المتجر بتوجيه طعنات للسارق. مصادر القناة أوضحت أن صاحب المحل التجاري وبعد توجيه ضربة بواسطة سكين للضحية اتصل بالدرك الملكي الذين طلبوا سيارة إسعاف لنقله صوب مستشفى القرب بزايو لتلقي الإسعافات الأولية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. المصادر ذاتها أشارت إلى أنه تم اعتقال صاحب المتجر واقتياده صوب مقر الدرك لإجراء البحث معه قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور.